سلام عليكم. سنتي هون معلم، مش هقدر ادلع قد 3%. يعني انا عندي تقريبا ثالثين لالي كلها. هذا السزال ما بيشتغل مالنا فيه والله معلم. انه نحن ما عندنا غي، تنشتلنا وحده من هي. لك لا، مين استاجر الماكينات؟ يا الله يا الله، انا ما بدي استاجر، حسبي الله ونعم الوكيل. على اساس ما بدي استاجر. اساس بدي اشغل تراكتوري واستفيد منه. نعم طيب، ما في مشكله. انا بده مواد سماديه، هاي بدنا وحده منها. يا باي، 1 1، يس يس يس. وينها؟ لايكو لايكي لايكي لايكي، من مدي عيني عليكي والله والله والله، من مدي وحيديتي. عندو تطلق له تو 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 تو. تمام. هلا اول شيء شيل الارض اللي عقدناها، كمشناها. الارض رقم 3 والارض رقم 6، هي وهي. حلو، طيب بروح نبلش بهي الارض وبعدين نشتغل بهي الارض. مع انه كان بدي انا اشتغلها في ايدي، في ماكيناتي مو في ماكيناتهم. والله دي معلش عوي. بس هلا لازم قبل ما نخلص، ما نخلص الارضين وبعدين نحن ناخد. هي نقطة مهمة جدا جدا لازم نركز فيها، ما ننساها. نعم ان شاء الله ما ننساها الفيديو الجاي. كمل معلم، كمل شغل. خلينا منقش هالشغلات هي ربيعها. هنطب جيبنا شوية مصاري، اذا من هذيك طلعنا 20 23 الف. انا انتو ايش خدي طلعنا منها؟ والله انا بحط بزمتي 50 الف، حط التراكتور بنطالعه ان شاء الله. لا 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 لا، خلي يكمل شغل الزلمة. والله كمان راح تخلصها قبل ما ننام. تانتلو كمل الاندرو صاحبنا، راح يخلص وانت ساتك واقف هون. روح دوس يا معلم، روح بوش. فضيت. هلا بنروح نبيع هاي وحاول ننهي الفيديو. الفيديو الجاي ان شاء الله بنكمل لكم شغل، طبعا بعد ما نشوف شو قد راح نطلع رزق مع هاي التريلا. وراح نمسك كمان عقدين للحصاد، لان عجبتني شغلة الحصاد صراحة. بس في شغلة خطرت في بالي، انه نحن ايش رايكم فيها؟ يعني انا بسلم البضاعة، تمام، هي خلصنا حصدنا حصاد، تمام. بعد ما خلصنا حصاد ما بسوي له كولكشن، ما برجع للماكينات، بتركها عندي. ايش رايكم؟ بلكي دفعنا ايجار ونحن ما عم نشتغل فيها. ايه بس نوفر اجارات كتير، صح؟ مش ما كل واحد بيجيب سيارته وتريلته وما بعرف شو بيشتغل فيها، صح؟ فيها وش نظر، صح؟ جد بجد فكروا فيها، مو فيها وش نظر ولا ما فيها وش نظر ولا انا غلطان؟ يعني هلا دول سيارتين كتير كويسات كبار وبيشتغلوا، وفي عندي انا حصاد ارضين، اخذ العقدين ونترك هدول عنا ونروح نشتغل فيهم. في مخ تفكير هيك، بنوفر اجار الماكينات، واحد اثنين بنشتغل بماكينات كبيره، تمام، ثلاثه ماش كذب، هذا حكي كذب، هذا حكي مو ظبط. ثلاثه يا معلم نستهلك الماكينه على حساب الزبون. اشتغل مخ، اشتغل يا معلم. هلا والله فكره عجبتني صراحه. بس ولكن السؤال، اذا في حال طلب مني اجارتها ايش اسوي؟ ما بعطي. هو المهم انه ارضه حتى الفضيات. لا لا لا، نعم نعرف نرجع نعسنا. صار اخر اليوم، نعمل 3 فيديوهات ويعني شي 10 ساعات تصوير، حتى مثل ما يقولوا انه صورنا يوم واحد في محاكي المزرعة. تخيل 20 الف، نايس. حلو، 21 الف وانا عندي 20 الف، شي 40 الف، نايس والله نايس. طيب بانه مثل ما حكينا، خلينا نمسك العقود. طبعا هي ما راح 16 الف، ما راح اسلم اياها، راح اتركها عندي عم بشتغل فيها. هون عم بيشتغلوا بس شو اسمه، لا هي اتركها. هي ايش بده؟ بده هيرج. هادو معلم، هادو
هاتوا بنشتغل كمان ماكينات الناس، هاتوا هذا ايش بده، بده هيرج، هاتوا برضو هذا ايش بده، هذا ما عندنا، وهذا بده حرف ما عندنا، هذا بده نشيل له الجسمه ما عندي هلا ماني فاضي لك، هذا معلم شو ايش بده، بده ارض 27 بدنا نحصد له ارض 6000 دائما مصلحة. هون في عنا ام 6000، هات ام 6000 تماما، هي الارض رقم 27، وين الارض 27؟ نحن هون ليك شوفوا جنبها ايزي، وينها وينك 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 يا حصادي، ليك ها سكر لي، هلا اقول لك الارض ايش قد قلنا رقمها 27، هو لازم انا بنام اوكي مان، في شغل في مساري ما بصير ننام نحن، انا والله صار الساعة 8 حاج، طب رح اوصله وانا ومحاج اوصله بس ما رح اشغله اتركه لبكرة، قال يلا اجار الماكينة عادي، وبعدين بيجي معنا زي ياخذوا اجار الماكينة، لا ما رح ياخذوا اجار الماكينة بس اتوقع ياخذوا عادي، خلي ياخذوا طز، انا وفرنا اجار ماكينتين لهني، بقى معلم فيهم ذكر شغال، بعدين معلم احسن ما يجيبوا لي ماكينات ما تعجبني وما يزبط معي بشغلها، هي انا ما اخذهن وما اخذ ايدي عليهم، او هي الارض هي الارض هي الارض، انت روح تيسر لي اقول لك لشوف ايش طلع لنا بنسوي هون، انت لازم تروح عند 27 صح؟ صح تماما، طيب انا رح اكتفي لهذا القدر حاج، لان والله صار عملت شغلات كتير هون، لسه بدنا نروح هون قرر يخلص، ضل بده خط واحد معناته ما راح نام، راح سيف بس خلص هذا الشغل من نام، انا لو نمنا مصيبة، عرفت شلون؟ والله مصيبة مصيبة، هذا ايش ضل عنده؟ هاي الارض ثلاثة كمان راح تخلص له، ما خلصت؟ والله راح تخلص، ضل بده 4%، بس خلصت 4% بنقول له امشي على الارض الثاني، لك اخ انا نسيت اطفي هون الشرايته للش اسمه، هيني واحدة ايش اسمه كان، ايوه انا نسيت اطفي هاي شرايته، انا عم غلطة، هاي خلاص تعال وقف وقف خلاص وقف يا شيخ، خلي بس ارفع عليها شوي، تمام خلي يشتغل هون يخلص هاي الارض رقم 6 وبعدين نتفاهم معه، هون في عنا كمان عقد الثاني خالص، طبعا هذا ما رح اسوي له كولكشن لانه بس سويت له كولكشن رح تروح الماكينه من عندي، عرفت شلون؟ والله هذا ماني مستاجر على الماكينه، مستاجر منه الماكينه هاد، مو هاد وين هو؟ هاد هاد هذا اللي عليه اجار الماكينه، على كل ما رح وجع راسي بالشرايط بالبيع بالالغاء، هون في عنا الارض رقم 14 22، تركك من قلنا تركك شوي، هون رقم مش قد اجت 6000، والله بخاف لبكرة الصبح يصير مشاكل، انا ماكينة وقفت تمام خلص القطن يس اتس اوكي، كانوا هذا نصفه بالارض، والله معلم لو انك تبيع ماكيناتك اشرف لك لا لا ضيو وات ذا فوك، وين الدرب مين هذا مسكر الطريق، شغل الاضوية، يلا معلم فضينا بعد اذنك، شلون كان افضي هذا، هي شلون كنا نتحمل هاي؟
بي بي تا تا وير 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 تا تا تماما هاي خلصنا تماما خلينا نروح ننام يكفي لهذا القدر وبكرة الصبح بنشوف الله يسر علينا وين وين النومة وين تخت النومة كم ساعة ننام ايه مش هنفيق مع جهة الضوء تمام اخذ 700 و500 و500 حلو طلع الضوء ونمنا وفقنا الصبح تماما فأنا راح أكتفي بهذا القدر إن شاء الله بفيديو الجاي إن شاء الله بنكمل الشغل بالمزرعة ومنضبط لكم أشياء كتير ومع أنه أعتذر هذا الفيديو طويل وممكن تشوفوه على فيديوهين ما بعرف بس ولكن شكرا لكم شكرا للمشاهدة لا تنسونا من اللايك والاشتراك تنسونا كل يوم في جديد حلقة جديدة أو يوم إيه يوم لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا